السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في فيديو جديد من ضمن مجموعة فيديوهات بيقدمها طلبة الدراسات العليا ببرنامج دكتور الصيدلة فارمي دي بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس. هيكون الفيديو بتاعنا النهاردة عن بدائل النيكوتين المتوفر كعلاج آمن وفعال وممكن يساعدنا إننا نقدر نوقف التدخين. دي إحصائية معمولة في مصر بتمثل الخطر الحقيقي للتدخين في مصر. 22.8% من المصريين بيدخنوا، أكتر من 90% بيدخنوا سجاير، أكتر من 8.7% بيدخنوا شيشة، حوالي 1.2% بيدخنوا سجاير إلكترونية أو الفيب، 46.5% من المدخنين هم رجال، واحد من كل 6 أفراد بيتوفى بسبب التدخين، والتدخين السلبي يمثل 36.5% سواء كان في بيت العمل و48.9% في المنازل. في إحصائية طبعا عالمية بتقول إن تلت ذكور البالغين في العالم المدخنين، ومعدل استهلاك السجاير في العالم من سنة 1970 وصل 3.2 مليار دولار، ووصل في 2014 ل 5.8 مليار دولار. في اليوم الواحد بتتباع حوالي 15 مليار سيجارة أو 10 ملايين سيجارة كل دقيقة. من الآثار السلبية للتدخين طبعا حاجات زي سرطان الفم وأمراض اللثة وأمراض العين والسكتات الدماغية، تمدد الأوعية الدموية والأمراض للقلب والنوبات القلبية وأمراض الشرايين. طبعا أكتر حاجة بتصيب الجهاز التنفسي هي الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهاب الرئوي، وأمراض تانية متعلقة بالأعضاء الداخلية زي السرطان والسكر. هنعرف دلوقتي الأضرار اللي بيعملها النيكوتين في الجسم. في العيون بيسبب تلف للعيون، طبعا الإدمان، ضيق التنفس، لزوجة الدم، رائحة الفم الكريهة طبعا، فشل في وظائف الرئة والتجاعيد في الوجه، ضعف السمع، التعب والإرهاق، ارتفاع ضربات القلب، وطبعا السرطان، وآخرها الوفاة. في حاجة بقى التدخين السلبي أو التدخين القسري اللي هو استنشاق دخان التبغ، يعني حد بيدخن جنبك وأنت بتستنشق الدخان. طبعا المدخن القسري بيستنشق مش بس نوع واحد، لأ هو نوعين من الدخان، الدخان الناتج من حرق التبغ اللي هي السيجارة نفسها، والدخان الناتج من عملية الزفير بالنسبة للمدخن. دخان التبغ طبعا بيملأ المطاعم والمكاتب وغيرها من الأماكن المغلقة لما الناس بتشرب سجاير أو الزفير بتاعها. طبعا دخان السجاير بيحتوي على أكتر من 4000 مادة كيميائية، منها 250 مادة على الأقل معروف إنها ضارة، و50 تانية معروف إنها بتسبب السرطان. طبعا مفيش حاجة اسمها مستوى مأمون لدخان السجاير. دخان السجاير بيسبب حوالي أكتر من 600,000 وفاة مبكرة سنويا، ده اللي هو التدخين السلبي أو التدخين غير المباشر. قبل الحمل وردت الدراسات إن التدخين بيؤثر على الهرمونات المسؤولة عن النشاط الجنسي، بيؤدي طبعا إلى تأخر الحمل. أما بقى في فترة الحمل، التعرض الحامل لدخان السجاير بيعمل التهابات في الجهاز التنفسي وصعوبة في التنفس، كما يزيد من الفتور العام عند الست الحامل. طبعا بالنسبة للجنين بيؤدي إلى نقص وزن الجنين عند الولادة ومشاكل طبعا في الجهاز التنفسي للجنين. أما بقى في حالة الرضاعة، فطبعا التدخين السلبي بيعرض الست اللي بترضع لالتهاب الجهاز التنفسي، بيسبب طبعا بعض التغيرات بالنسبة في الحليب، ويسبب مشاكل طبعا في إفراز الحليب وانسيابه من السدد. بالنسبة للطفل نفسه طبعا بيعمل التهابات في الأذن، التهابات في الجهاز التنفسي، خصوصا بيعمل التهاب رئوي أو التهاب الحويصلات الهوائية. طبعا إصابة الطفل الرضيع بضيق حاد في التنفس مما يعرضه إلى الإصابة بالرأ في المستقبل. طبعا صعوبة في الرضاعة والنوم والموت المفاجئ للرضيع اللي هي sudden infant death syndrome. أما في حالة بقى البالغين والكبار، فيتسبب دخان السجاير غير مباشر في إصابة البالغين بأمراض قلبية وعائية وتنفسية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب التاجي وسرطان الرئة. طبعا هم معرضين لكل أنواع الأمراض بسبب طبعا ضعف المناعة. أما في الأطفال، فنصف عدد الأطفال تقريبا بيتنفسوا بانتظام هواء ملوث دخان السجاير في الأماكن العامة، وأكثر من 40% من الأطفال أكيد طبعا حد من والديه بيدخن على الأقل. بيسبب التهابات متكررة للجهاز التنفسي، التهابات متكررة للأذن، قد يكون سبب الإصابة بالربو، وتؤثر طبعا على حاسة الشم بالنسبة للطفل. طيب أنا ليه هفكر إن أنا أبطل التدخين وهتجه للبدائل مثلا؟ لأن ببساطة التوقف عن التدخين بيقلل من كمية الآثار الجانبية اللي أنت بتعاني منها بسبب السجاير، بيساعد على تحسين التنفس، بيقلل من خطر الإصابة بسرطانات، يساعد طبعا القلب والرئتين على العمل بشكل أفضل، بيحسن نومك والمزاج ويقلل الإجهاد، وطبعا بيديك مزيد من الطاقة، بيساعد في تقليل الضغوط والتوتر عندك، يحسن احترامك لنفسك، يساعدك في السيطرة بشكل أكبر على حياتك، طبعا هيقلل من خطر تعرضك للوفاة بسبب السرطانات، وبيحسن حاسة الشم والتذوق وبترجع بني آدم طبيعي. طيب إيه هي الطرق اللي هتساعدني على إن أنا أقدر أبطل؟ وأول حاجة في الخطوات دي إنك لازم تكون واخد قرار من نفسك، واللي هيساعدك على كده هي الإرادة اللي هتخليك تتحكم في اختياراتك ورغبتك عشان تحافظ على أسرتك وصحتك وفلوسك. تاني حاجة لازم تكون محدد الوقت اللي هتوقف فيه تدخين، ويكون ده في أقرب وقت ممكن
وما تسمحش لنفسك بالتأجيل عشان ده ما يأثرش على شخصيتك وقرارك. تالت حاجة هي استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص لوضع خطة علاجية تعمل بشكل كبير على نجاحك في التوقف عن التدخين، وكمان بيوضح لك البدائل الأخرى الموجودة للنيكوتين. طبعا هي مش حاجة سهلة، وعشان كده رابع حاجة هي توقع التحديات. لازم يكون في تحديات هتكون موجودة عندك، رغبة في التدخين، هيكون عندك نقص في التركيز، هيكون عندك صداع، هيكون عندك اضطرابات في الجهاز الهضمي. دي طبعا كلها هي أعراض انسحاب النيكوتين، وبتدل على إن الجسم بيحاول يتخلص من آثار السموم طبعا اللي كانت موجودة فيه، وطبعا بتختلف من شخص لآخر. خامس حاجة طبعا تجدد حياتك، تجدد حياتك، تشيل من قدامك أي حاجة بتفكرك إن أنت كنت بتدخن، من بيتك، من عربيتك، طبعا الولاعة، السجاير نفسها، ريحة الدخان في البيت. ما تقعدش مع أصحابك اللي كانوا بيشربوا سجاير، عشان طبعا هيحاول يرجعك تاني للتدخين. سادس حاجة هي الرياضة، ودي طبعا حاجة مهمة جدا. المدخنين طبعا اللي بيمارسوا الرياضة باستمرار يعني فرصهم بتكون أكتر من أصحابهم طبعا اللي ما بيمارسش الرياضة. طبعا بتساعدك إنك تشيل من دماغك شوية ضغوط اللي كانت موجودة بسبب التدخين. بتحسن الدورة الدموية ونشاط الرئتين، بالإضافة طبعا إنها تساعد في التخلص من الأعراض الانسحابية طيب ايه هي اعراض الانسحاب النيكوتين؟ بتختلف مع الاعراض النفسيه واعراض جسديه. الاعراض النفسيه زي رغبه شديده طبعا للسجاير والنيكوتين تاني، ضعف في التركيز والذاكره، الهيجان والعصبيه والاكتئاب والارق والتوتر. اما الاعراض الجسديه طبعا انخفاض ضربات القلب، التعب والارهاق، وخز في الاطراف وتنميل، صداع، وامساك واضطرابات في الجهاز الهضمي. طيب ايه اللي بيحصل في جسمك في حاله ان انت قررت خلاص تبطل؟ بعد 20 دقيقة بالظبط من الإقلاع عن آخر سيجارة بيبدأ معدل ضربات القلب بالنزول تدريجي للمعدل الطبيعي. بعد 12 ساعة بتعود معدلات أول أكسيد الكربون في الجسم إلى مستواها الطبيعي. من أسبوعين لثلاث شهور بيبدأ معدل الإصابة بنوبات قلبية بالنزول، وظائف الرئة بتتحسن بشكل ملحوظ. من شهر طبعا لتسع شهور بيقل الكحة وضيق التنفس بشكل. بعد سنة من الإقلاع بتقل نسبة خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، يعني بالمقارنة باللي كان بيدخن لمعدل النص تقريبا. من 2 لـ15 سنة بعد الإقلاع بيقل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، تصل إلى معدلات الشخص الطبيعي. بعد 10 سنين بيقل خطر الموت من سرطان الرئة بما يعادل 50% من معدل المدخنين. بتقل نسبة الإصابة بالسرطانات زي سرطان الفم والبلعوم والمبيض والمثانة والكلى والبنكرياس. بعد 15 سنة من الإقلاع خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية بيكون تقريبا مساوي للمعدلات اللي هي. طبعا زي ما نبهنا إنك لازم يكون في استشارة مع الطبيب أو الصيدلي المختص عشان يوصف لك بدائل كويسة للنيكوتين تكون طبعا آمنة وفعالة. من الحاجات دي نيكوتين باتش اللي هو لاصق النيكوتين، جهاز استنشاق النيكوتين اللي هو الأورال انهيلر، والسبري انهيلر اللي هو جهاز البخاخ الأنف، طبعا نيكوتين جام اللي بين النيكوتين، وطبعا في اللي هو البونبون اللي هو النيكوتين لوزين. طبعا أول حاجة وأهم حاجة من ده كله هي لزقة النيكوتين. لزقة النيكوتين دي هي لزقة صغيرة بتتحط طبعا على مكان في الجسم زي الرقبة أو الدراع أو الصدر، تكون طبعا بتتغير كل 24 ساعة. من ضمن المزايا بتاعتها إنها متاحة من دون وصفة طبية، بجرعات مختلفة، سهلة الاستخدام، وتكون ممتدة المفعول، بتخليك تتحكم في الرغبة الشديدة في النيكوتين وأعراض الانسحاب لمدة 24 ساعة تقريبا. طبعا أنت ممكن تقلل من عدد اللزقات تدريجيا كل ما رغبتك تقل طبعا في النيكوتين مع الوقت. أما العيوب، هي عيوبها طبعا بسيطة جدا، اللي ممكن تسبب الحكة والطفح والإحمرار في المكان اللي بتحط عليه الجلد، وعشان كده احنا بننصح بتغيير مكان وضعها كل اسبوع. طبعا لو في امراض جلديه زي الاكزيما او الصدفيه فطبعا هتحس بهيجان اكتر في الجلد، وساعتها ممكن ننتقل ان احنا ممكن ناخد الجم او البونبون. طبعا الجدول الزمني بتاعها استخدام لزقه النيكوتين بيكون لمده 8 اسابيع من 8 الى 12 اسبوع، وطبعا ممكن تحتاجها لمده اطول لو استمرت أعراض الانسحاب واستمرت الرغبة الشديدة في النيكوتين. ده فيديو بيوضح ازاي بنستخدم النيكوتين باتش. أول ما تقوم هتشيل طبعا اللزقة القديمة وتحط لزقة جديدة لأنها 24 ساعة، بتحطها في مكان يكون جاف ومفهوش شعر ويكون نظيف عشان اللزقة تلزق بشكل كويس. مينفعش استعملها لمدة نفس المكان لمدة أكتر من أسبوع.
تاني حاجة معانا هي النيكوتين جام أو علكة النيكوتين، بتحتوي على كمية صغيرة من النيكوتين بيخش الجسم وبيتم امتصاصه من خلال بطانة الفم. طبعا المزايا بتاعتها هي علكة النيكوتين متاحة بدون وصفة طبية في جرعتين، خاصية المفعول، بمعنى إن ممكن استخدامها للسيطرة على الرغبة الشديدة المفاجئة للنيكوتين وأعراض الانسحاب، بس الفترة الزمنية قصيرة مش 24 ساعة زي النيكوتين. يمكن استخدام قطعة كل ساعة أو كل ساعتين بعدد يصل إلى 24 قطعة في اليوم، بتكون متوفرة طبعا بعدة نكهات، وتستخدم طبعا مع اللزقة أكتر أو الهبة. من ضمن العيوب بتاعتها بسيطة جدا، إنك لازم تاخدها على مدار اليوم عشان تقدر تسيطر على الرغبة الشديدة وأعراض الانسحاب. طبعا هي بتقلل لكن ما بتجعلهاش تختفي تماما زي النيكوتين. ما ينفعش استخدم الأسلوب بتاع المضغ العلكة العادية، ولكن إن أنا بستخدم أسلوب تاني، ان انا بمضغ العلكة وبحطها بين اللثة وبين بطانة الفم حتى بيتم امتصاص النيكوتين لحد ما تحس كده ان مفيش وقت، تبتدي تمضغ مضغتين وتحطها تاني بين اللثة وبين بطانة الفم لحد ما يختفي خالص الوقت، وتكون كده خلصت وتعوز تبدلها بعلكة جديدة. طبعا هي من ضمن العيوب بتاعتها انها ممكن تلزق بطقم الاسنان او تلزق في الاسنان او تركيبات الاسنان، فعشان كده مينفعش اكل او اشرب قبل الاستخدام بربع ساعة. تمام، الجدول الزمني لعلكة النيكوتين ممكن تصل الى مدة 12 اسبوع، طبعا باستخدام قطعة او قطعتين يوميا، وبعد كده بقلل كل ما تقل اعراض الانسحاب وكل ما تقل شدة احتياج للنيكوتين. ثالث حاجة موجودة هي النيكوتين لوزنج او اعراس الاستحلام، عبارة عن اعراس بتحتوي على كمية صغيرة من النيكوتين حوالي 2 ميلي جرام او 4 ميلي جرام، بيتم وضعها داخل الفم بين اللثة وبين وجنة الفم ويتم امتصاصها ببطء من خلال بطانة الفم. طبعا بتكون متوفرة بدون وصفة طبية وبجرعات ونكهات مختلفة، يسمى نوع واحد منها أقراص الاستحلاب الصغيرة. طبعا هي الغرض منها إدخال النيكوتين بجرعات صغيرة داخل الجسم ولكن بشكل متكرر، عادة ما يمكن استخدام لأكثر من 20 قرص في اليوم. وطبعا بتستخدم مع حاجة تانية ما ينفعش تستخدم لوحدها، لازم يكون مع الباتش أو مع الإنهيلر أو النيزل سبراي. من عيوبها إن لازم استخدم على مدار اليوم، ما ينفعش لأن طبعا فترات قصيرة ما ينفعش استخدمها للأعراض الانسحابية الشديدة، ولكن ممكن استعملها للسيطرة على النوبات البسيطة. ممكن انها تسبب لي احيانا عسر هضم او حرقة في الفم او تهيج للحلق او الاسنان. زيها طبعا زي النيكوتين جام، مينفعش اشرب او اكل قبل 15 دقيقة من استخدامها، وطبعا بيكون زيها برضه لمدة 12 اسبوع في الاستخدام في الجدول الزمني بتاعها، وطبعا بتقلل عدد مرات الاستخدام يوميا كل ما قلت الرغبة وكل ما قلت اعراض الانسحاب. ده فيديو بيوضح انا ازاي استخدم النيكوتين لوزنج، بحطها في بقي وبستنى عليها لحد ما تدوب تماما بين الخد وبين اللثه، وبستعمل الحاجه دي بكررها بدون طبعا ما ابلع اللوزنج، وما ينفعش اكل او اشرب قبلها ب 15 دقيقه. رابع حاجه موجوده هي جهاز الاستنشاق النيكوتين اللي هو نيكوريل، ده بستخدمه عن طريق طبعا الفم، بسحب الجرعه بتاعتي اللي يكون محددها. طبعا ده بيستعمل بدون لازم استخدام وصفة طبية، ما ينفعش استعمله بدون وصفة طبية بدون استشارة الطبيب او الصيدلي، بيكون محدد للجرعة اللي هناخدها، طبعا في 4 وفي 10 وفي لحد 15 مللي جرام، فلازم استشير الدكتور او الصيدلي واللي هيوصفه لي طبعا هستعمله. طبعا ده فيديو بيوضح ازاي استخدام ده فيديو بيوضح ازاي استعمل النيكوتين اورال انهيلر، بستعمله في اليوم اللي انا قررت ان انا اوقف فيه التدخين، ما ينفعش استعمله من نفسي، لازم يكون بوصفه طبيه من الطبيب او الصيدلي المختص، وطبعا لازم بتابع التعليمات الموجوده في العلبه، باخد كذا نفس بسرعه ولازم يكون بين من الفم وبين الحلق، ما ينفعش اخد نفس شديد جدا لحد ما يوصل للرئه، زي طبعا ما ينفعش اكل او اشرب قبل 15 دقيقة من الاستعمال. آخر حاجة موجودة هو النيكوتين نيزل سبراي، هو طبعا الأورال انهيلر بس مع الفرق إن ده بيستعمل في الأنف، طبعا ما ينفعش برضه، لازم يكون بوصفة طبية، يكون من الطبيب أو الصيدلي المختص، ما ينفعش أنا أحدد الجرعة وأخدها من نفسي. ده فيديو بيوضح إزاي أستعمل النيكوتين نيزل سبراي، نفس الكلام برضه هستعمله في اليوم اللي أنا وقفت فيه، لازم يكون الدكتور أو الصيدلي هو الكاتب اللي محدد الجرعة بتاعته، وطبعا تعليمات العلم. لازم اكون منظف الانف كويس قبل الاستخدام، باخد نفسين من الفم وبعدين بحط في كل فتحه بخه واحده وبميل دماغي لورا دقيقتين لحد ما احس ان هو خلاص
امبوسيبل كان. طبعا الرحله اللي انت اخترتها ان انت هتوقف تدخين كانت رحله صعبه وهتكون شاقه جدا. لازم يكون حواليك ناس يدعموك. العلاج لما يكون على شكل مجموعات بيكون احسن. طبعا في برامج وفي تطبيقات موجوده على الاندرويد وعلى الايفون بتساعدك انك تتخلص من العاده دي. في ادويه وبدائل موجوده كتير جدا للنيكوتين. طبعا انت ممكن تستعمل العلاج النفسي مع الادويه اللي هي البدائل النيكوتين، هيكون ناجح اكتر. وبعدين لو عوزت اي مساعده في اي وقت ما تترددش ان انت تسال الطبيب او الصيدلي الخاص. شكرا جدا على الفكره.